شو صار معه؟ إلي ساعة عم بستناه. اجتماع مطول أحسان بيك، وأمرني ما فوت حدا لعنده. ألو أحسان؟ منوش؟ صباحو، شو لسه نايمة؟ لا، كيف عم بحكي معك؟ شو الأخبار؟ أبداً، عن بابا بالمكتب ناطر حتى يخلص الشي معه. حابب شوفك المساء مشان نحكي بالترتيبات. قصدك مشان المباراة؟ ايه طبعاً حبيبتي. ليكي شو رح قلك؟ في شغلة حلوة حابب ورجيك إياها. شوفك المساء. أوكي، ماشي، أنا رح أحضر حالي. يلا بخاطرك، باي باي. بابا، اللي ساعة قاعد وعم بنتظرك برا. شو يعني لازم أخذ موعد لشوفك؟ هاد نظام الشغل وانت لازم تتعود عليه. بس انت ما بتجي لهون إلا إذا كان بدك شي. بدي ذكرك بموعدنا اليوم، رح تجي؟ بطولة الآباء والأبناء بالبلياردو، ولا شو نسيت؟ مبارح لسه حكينا. ايه خلص تذكرت. اليوم نلعب ومناخد الكأس. البطولة مو اليوم، بس نحن اتفقنا نتدرب. اسمعني بابا، نحن لازم نربح وناخد الكأس غصبا عن الكل. طيب ماشي إحسان، حنربح. أنا لسه عندي شوية شغل بالشركة، سبقني وأنا بلحقك على النادي. بلكي رجعت نسيت. رح كون هنيك على الوقت، لا تخاف. شو ما بتوثق بشريكك؟ المسا منشوف بعض، ما بتأخر. شوفك بابا. مصطفى بيك حسب البيانات اللي اجت لعنا. خير بابا؟ بدك تجي ما هيك؟ لك ما قلت لك اني جاي؟ بعرف، بس قلت لحالي بذكرك. طيب ابني، بس تركني هلأ حتى كمل شغلي. يفكر حاله اللي بيعرف يلعب بلياردو من دوني. انا طالع، بدك شي؟ مصطفى بيك، اتصل حقي بيك من مجموعة كي آر، قال شاحنتنا علقانة بالجمارك وجاية لهون مشان يحكي بالقصة. كيف صار هيك؟ ليش الوراق ما خلصوا لسه؟ والله ما بعرف بالضبط، بس حقي بيك مصر انه يشوفك شخصيا. هالشي كمان انا بدي اهتم فيه، لكن ليش موظف كل هالعالم؟ شو هالقصة هي؟ تخربط كل برنامجي هلأ. اسمعي، هلأ بتتصلي بالكل، بلغيهم انه في اجتماع فوري، لازم كل الموظفين يحضروا. حاضر استاذ. شو هالعالم هي ها؟ وينك بابا؟ وينك لهلأ؟ يعني ما بدك تجي؟ شو يعني هذا كل شيء طلع معكم؟ هي مشكلة مدير أعمالكم مصطفى بيك. تخيل إنه هذا الموظف المحترم أخذ إجازة فوقها قافل موبايله وما عم يرد أبداً. عم يفصلني، أكيد كالعادة مو فاضيلي. أحسان بيك، نحن آسفين انتهى الوقت. شو بيصير إذا تأخرنا؟ شو يعني؟ استنى شوي. ما فينا ننتظر، عم قلك خلص الوقت، أنتوا برا البطولة. أنت شو عم بتقول؟ شو يعني إذا أخرتوا البداية خمس دقايق؟ مع الأسف أحسان بيك، قواعد البطولة كتير واضحة، ما بيجوز. أنا شركتي من يوم يومها مميزة ولازم تبقى هيك، وأنا مستحيل خلي حدا يسيء لأسمي مين ما كان يكون. بس إذا زدنا التنسيق بين الشركات بتنحل. بدي حلول عملية. مو فاضي لك هلأ يا أحسان. ليكو، إذا تكررت هي المشكلة أنا رح أخذ إجراءات حاسمة، مفهوم؟ ما كان لازم صدقك أبداً، من زمان تخليت عني، من زمان.
الو احسان، كيف بتتركيني بهذا اليوم بانا؟ ها ليش ما اجيتي؟ احسان انا اسفه كثير، اتصلت فيك وانت ما رديت. هلا المهم قلي لشوف، فزت بالبطوله؟ انت وينك هلا؟ انا لازم شوفك. احسان شبك؟ صوتك مو عاجبني، شو صاير معك؟ حتى لو خسرت هاي مجرد لعبه. بابا خزلني بانا، كان وعدني بس ما اجا، وطلعنا من البطوله، بهدلني قدام الناس. روحي بركي شغل بشي شغله، على الاقل يتصل فيني او يرد على تليفوناتي. انا الغلطان اللي وثقت فيه. احسان حاول تهدى شوي. بانا انت وينك؟ اذا بالبيت جاي لعندك. انا مو بالبيت. اسمع انت شربان شي؟ انا كتير متضايق بالنوش، لازم شوفك هلا. بانا بدك كل هالوقت لك بدلي تيابك، يلا تعالي. جاي يا ماما. احسان انا هلا لازم سكر، بكره بتصل فيك ماشي؟ الو وين رحت؟ الو احسان